بسم الله الرحمن الرحيم. توجور مع قناة رسوم تي في. اليوم رانا متواجدين في شاطئ سالاموندر مقابل الوحدة البحرية للحماية المدنية نتاع سالاموندر، امام هذا التحفة هذه نتاع الباخرة هذه. ما شاء الله، رانا متواجدين ضياف عند خونا دحمانيس. ايوا بارك الله فيك. راه عنده رسالة غادي يوجهها للسي الحاج العربي وسي بوهراوة، خصوصا سي بوهراوة. واش تقولنا حول هذه الخرجة اللي خرجوها له البارح في شاطئ تاع الشعيبية؟ تفضل. التالي تبعت قال شنو يديروا هما. ايوا وما عندهم ما غادي يديروا. بارك الله. وراهم كيما قال لك راهم يطبلوا في بيدهم غور. ايوا وما عندهم ما يديروا. احنا قناة رستم راهي في تطور وكاع الناس مساندينا وكاع الناس معاونينا وما عندها ما يدير. المهم راه غير سطح في راسها. بارك الله فيك. ولا حتى ما غيقول حط صلاه غير روندي. هذا الرساله توجه فيها لسي بوهراوه ولا سي الحاج العربي منات؟ بوهراوه وخاصه الحاج العربي. بولحيا هذاك. بولحيا راه نشوف فيها مسانده. ايوا. وما غادي يديروا والو. غادي يديروا والو. غادي يديروا والو. وعندك ثاني رساله باغي توجهها لحبابك تاع فرنسا وتاع لونجلتير وتاع سويسرا وكاع. وهذوك ان شاء الله راه مسانديني وقالوا لي غادي ندعموك. ايوا. وراهم كاين عندنا تقنيه جديده ان شاء الله وغادي ندعموا بها قناه رستم ان شاء الله. وقال رانا ان شاء الله. بارك الله فيك. نروح نجولوا شويه باش نديروا لك نكملوا هناك سموها هنا عند الباخره هذه. راها عجبتني الاخرى هذه شابه. زيد اعطيني ان كلاش هنايا. سيب الزيتوني الحاج بزوني. حبيبك شكون حبسوه؟ مرجعي الزيتوني مسكين. ايوه ماذا فيك؟ هذاك انسان ضعيف زعما حد عاد روحه. حد مسكين يكون بخص. بارك الله فيك. الناس ساكين غير بوهراوه وذاك الحاج عادي. صحيح ما عمري له راسه مسكين. ايوه ذاك راسه اللي جيد فيه. بارك الله فيك. راه مسكين اللي جيد فيه. صحيح ان شاء الله. هذاك ما عندي مقابله ثاني معاه ان شاء الله في شهر 6 ولا اكتوبر. ايوه عندي مقابله. سما بتعاودها تاع السته هذه؟ غادي نعاودها لها ان شاء الله. سته ان شاء الله نعاودوها. غادي تغبر. قناة رستم ان شاء الله تكون حاضره. ربي ان شاء الله. قناة الاخرين زعما ماذا بهم غير ما تبقاش حاضره. كيما تاع بوهراوه ما تجيش زعما؟ لا لا بصح لا يا اخي بوهراوه نعرفوا باللي كان من المؤيدين تاعك على ليبوك. فاش لا هذاك؟ كيف حتى جبت انت منه ثقه؟ فهمني في النقطه هذه. فاشله قناه فاشله. سبحان الله ما بين حتى حاجه. ما عنده حتى اي حاجه زعما حاجه زعما اللي ايجابيه ولا. بصح هو راه يدعى وراه يقول بلي انا راني ننشط دوليا وقناه رستم تنشط غير في المحيط. هو فهمنا ما سلكهاش. صحيح بي ماسر. احنا راهي في مستوى غانم وعبر انحاء كاع العالم الكره وخوره خاصه ان شاء الله خاصه في العالم ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. هذه صوره من عند مدير قناه رستم مع خويا هنايا سي دحماني المدعم. أيه. المدعم الجديد هذا راه مدير قناه رستم تي في 2 الرياضيه باش تكون على بالك. ونبلغ السلام الحار محمد الميرود البيق. البيق صحيح. الحصانيه قال معنا. ايوا رانا معروضين ثاني هنا عند خونا دحماني. أيه. يا خويا دحمان بارك الله فيك مشكور على هذه الدعوه هذه وعلى هذه الحفاوه راك قمت بنا. بارك الله فيك ربي يحفظك. من امام هذه الباخره هذه. ما شاء الله يعني روعه والله روعه. ما شاء الله الله يبارك يعني حاجه فانتاستيك. حاجه هذا باسيو البوجور لحبابنا في العاصمه كامل الممثلين صحفيين نشطاء كلش. عندنا المصريين أيوة. مش كيما حبابين. وباسيو البونجور ثاني خويا حسين حسين عزيزان اللاعب القديم تاع الحراش وتاع لمسيه. باسيو لو غون بونجور من سلامان. هو يبغي مصران بزاف على كل حال. راني وفيت بالوعد تاعي وراني في سلامان يا سي حسين. راني باسي لك لو بونجور من عند خوك رشيد. رشيد دير تاع رستم. كامل الناس مصالي يسالوا عليك. بالعائلات هنايا ما شاء الله يعني الناس راهي الله يبارك. يعني تشوف هنايا الناس راهي قايمه راهي الدور هنا ما شاء الله. كل يوم النشاط كما راه يقول خويا دحمانيس هنا كل يوم النشاط ما شاء الله يعني الله يبارك. بارك الله فيك. الناس راهي قايمه بالواجب هنايا من الناحيه الامنيه من ناحيه كلش. يعني ماذا بكم مرحبا بكم تزورونا وسيتو حبابنا تاع العاصمه كامل البيار بير مراد رئيس باب الواد الحراش القبه قيد كونستانتين كامل الحبابه مرحبا بهم على كل حال المسلمه مرحبا بهم. ما نساوش حبابنا تاع بوجي تاع بجايه وتيزي وزو ثانيه. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر. شكرا سيد احمد على التدخل هذا. كلمه اخيره توجهها للمشاهدين تاع قناه رستم تي في. اتفضل خويا. قول لهم ان شاء الله تكونوا معنا وراه كاين ان شاء الله جديد. أيوة. ان شاء الله هذا قول لهم غادي في هذا الشهر اوت غادي ندوي عطله ان شاء الله. ايوا غادي ندوي عطله خفيفه ربي ان شاء الله. والجديد راه كاين من السيتوب غادي كاين جديد. أيوة. بارك الله فيك. أيوة. مشكورين احبتي. مرحبا بكم. أيوة. شكرا جزيلا سيدي احمد على التدخل تاعك. بارك الله فيكم احبتي المشاهدين. نشكركم ان شاء الله ونتلاقي ان شاء الله في تغطيه اعلاميه جديده ان شاء الله من الخطره الجايه ان شاء الله من صابلات الى كنا حيين من شاطئ الرمال الذهبيه بمستغانا. نوعدكم ان شاء الله الخطره الجايه ان شاء الله من تما ان شاء الله تكون تغطيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشكورين. بارك الله.